ضربة حرة مباشرة من مكان مميز طبعا وخطير على حدود المنطقة. هنشوف أفكار لعيبة النادي الأهلي. أحمد ميهوب بيظبط الحائط البشري، هيقفل القريبة، عنده 2 كلين شيت في 6 مشاركات. وهنشوف ضربة حرة مباشرة، ارتداد كبير من لعيبة غزل المحلة، وتقدم بكثافة من النادي الأهلي. أدي علي معلول، وأدي الكرة العرضية، وأدي جول 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 جول. هدف أول في الدقيقة 42، لكن أعتقد إن رامي الصديقة الكادر جاي على عبد المنعم وعلى علي معلول، لكن أعتقد إن رامي الصديقة فرحة أولى وسعادة أولى في توقيت نموذجي. بص شوف الحكاية، وبص شوف القلشة الغريبة العجيبة. العش طلع كورة، لكن المرة دي حطها في العش، حطها في مرمى الميهوب علشان المارد الأحمر يتقدم ويضيء الطريق لتقدمه وينفرد بالصدارة بعيد، لكن عن طريق النيران الصديقة أصدقائي، وعن طريق الكرة الثابتة الخادعة الماكرة. أضلاع المربع الذهبي، خالد عبد الفتاح تقدم للأمام، يطلع حسين الشحات. أدي التحركات، وأدي الكرة، وبتخبط، وركلة جزاء، ركلة جزاء البنا. البنا بيحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 57 لمصلحة النادي الأهلي. احتسب 7 ركلات جزاء في 10 لقاءات سابقة، منهم 3 ركلات ضد النادي الأهلي، وأول مرة ركلة جزاء تبقى ركلة الجزاء التامنة اللي بيحتسبها المبنى في مباراته رقم 11، وركلة الجزاء رقم 72 في بطولة الدوري المصري الممتاز. كل الأمور المعلقة إن شاء الله في استاد النجوم مع الزميل العزيز والنجم إبراهيم فايق، وخبرنا الكابتن أحمد الشناوي بيشرحها البنا إنه كبر الجسم وركلة الجزاء لمصلحة النادي الأهلي. وعلي معلول أكبر مدافعي النادي الأهلي عبر تاريخه كهداف، مسجل 30 هدف مع النادي الأهلي و3 أهداف هذا الموسم. حوار على بعد 11 متر، معلول وميهوب، تركيز من علي معلول، داخل علي معلول، وجول جول 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 علولو وجمال علولو في الدقيقة 58 بيسجل الهدف الثاني للمارد الأحمر النادي الأهلي، علشان الجماهير جماهير النادي الأهلي تسعد كمان وكمان بتاني الاجوان. وعلي معلول بيقول أنا كبير الهدافين لمدافع النادي الأهلي برصيد 31، حطها بقوة شديدة جدا جدا على يمين أحمد ميهوب علشان النادي الأهلي في الدقيقة 58 يتقدم على زعيم الدلتا أصدقائي 2-0 الأمام. لكن مروان يا عيني عليك فنان، بيسلم لبيرسي تاو، هيعمل ايه تاو؟ بيحاول يدخل لقلب الملعب، ودي فرصة انفراد، فرصة انفراد وانقاذ، وممكن جول 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 جول. ايه الثلاثية؟ ذا ماستر اوف سسبنس بلس 90، هي حاجاته وهي عاداته، والافندي يرجع افندي ويسجل من جديد علشان تكتمل الثلاثية اخيرا. لكن ميهوب ينقذ مرماه، لكن لفندي اللي ليه غلاوة في قلبي وحتة تانية عندي ترجع له، دي ما ترجعش يا جدعان، علشان الثلاثية تكتمل القصة والحكاية والرواية بأجمل ثلاثية معتادة من لعيبة النادي الأهلي إفريقيا ومحليا. والنهاردة على زعيم الدلتا وزعيم الفلاحين غزل المحلة.